السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم الرياضي جلسة رياضية مع أسامة ونزولا عند رغبة التأثير. أهلا بكم سيداتي وسادتي. اليوم الرياضي جلسة رياضية مع أسامة ونزولا معرفة آخر من مسجدات الوداد، خصوصا أن الفريق رغبة التأثير. أهلا بكم بتمثيل الكرة المغربية في عصبة الأبطال الأفريقية، هذه العصبة اللي ما فازش بها منذ 92، بعد كان خسر النهاية 2011، وصل لنصف النهاية السنة الماضية عفوا ضد الزمالك. نستقبل رئيس الوداد، تشكر بزاف على تلبيته الدعوة، على الميكسي سعيد الناصري. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. ومعنا لمحاورة رئيس الوداد السيد رياض غازي، رئيس تحرير أسبوعية الديربي الرياضي. أهلا بك سي رياض. أهلا وسهلا سي أسامة، أهلا وسهلا سعيد الناصري، مرحبا بالمستمعين والمستمعات. نبداو الحلقة اليوم بعلاش مشاو ثلاث نجوم أفارقة ديال الوداد، لا جبور لا مرتضى فال لا أونداما، ثلاثة، واش الوداد ما كانش قادرة ماديا باش تخلي اللاعبين ديالها عندها؟ أنا كنت كنظن أن الاستضافة غادي تسولني على المستقبل ماشي على الماضي. هذا يعتبر شيء من الماضي. تتسولني على جبور وتتسولني على فال وتتسقسيني على شو كنت ثالث؟ ثالث أونداما، هذا بحد ذاته نسيتي نهائيا، بحد ذاته يعني أن خرجوا من الخيال ديالك نهائيا. تتعرف بأن الدوام لله. حتى حاجه ما كدوم، لا حيت كدوم من عليها فان الناس الوداديين تيقول لك علاش هاد اللعيبه كلهم مشاو عليهم بعد سنه؟ لسبب بسيط، ان انتهت العقود ديالهم. هذا هو السبب. الا جبور كان عنده عقد اعاره، جا دار معنا عقد، العقد اللي دار معنا لمده 3 سنوات انا كنعاودها ونعاود نكررها، رغم ان بعض الناس ما تيفهموش ان، ولكن هو كان على جا على سبيل الاعاره، ما دام انه واش حنا نعطيك على سبيل المثال، عندنا واحد اللاعبين اللي مشاو على سبيل الاعاره، منهم حسني، منهم الدغوغي، واش حيت سالوا الاعاره ديالهم فين جاوا؟ لا رجعوا للوداد، لا غير جبور، الكل كان ينتظر، تنظن كنا ناقشناها في الاذاعه، كان ينتظر بان جبور زاد عقده. حنا درنا ما في وسعنا من اجل الابقاء على جبور، تعاملنا مع معامله خاصه لدرجة أن جبنا ليه موب من أجل باش تشافى هنا في المغرب، هذا الشيء من أجل البقاء، وفاتها رحمه الله المنية هنا في المغرب، حولنا على حسابنا الخاص ليبيريا، هذا الشيء كاع درناه مع السي جبور من أجل البقاء، إلا أنه فضل الإنسانية، فضل المال على الإنسانية اللي تعاملنا معاه بها، ولكن مع ذلك جبور مازال متابع من اجل العقد اللي عقد معنا. تسلتوا بالفيفا ان شاء الله، كاين المراحل غادي نشوفها. نعم، عندك شي سؤال سي سعيد؟ القضيه ديال جبور، واش انت تحدثتي على كاين عقد، واش هذا العقد قانوني ويقدر يلعب لصالح الوداد في الى رفع قضيه للطاس ولا غادي يلعب لصالح الوداد في المسائل الماديه فقط؟ او توقف غير الفلوس اللي خدا فقط، هذا 50000 دولار تنظن خدا، 150000 دولار من غير العقد، غير من عندي انا شخصيا ومثبت، مثبت بوثائق من ماشي من عن طريقي انا، عن طريق البنك، تحويلات بنكيه. نعم، وما يخص أونداما، بزاف الناس يؤاخذون كسي سعيد، علاش أونداما يا كنتي باغي يا كنتي تفكر تخليه، علاش ما وقعتيش مع العقد 6 أشهر قبل من نهايته؟ خصوصا انت عارف بان لاعب كاس افريقيا، انت تتعرف بان أونداما مزاجي اكثر من 6 اشهر، سنه وحنا مع السي أونداما، الله يجازيك بخير، اجينا بدل العقد، لا انا بلاتي تنجي، بلاتي تنمشي، بلاتي تندير العرس، بلاتي تنجي من البلاد ديالو، كل مره حكايه، الى اخر يوم غادي ينتقل فيه أونداما، وهو عنده عقد مبدئي وعنده عقد نهائي مع الفريق اللي مشى عليه، ومازال تيتفلى علينا وتيقول لك لا انا غادي نجي نوقع معكم العقد، الله يسامحو. دونك انت تفهم اداره الفتح السنه الماضيه اللي من باط ما بغاش يوقع معاهم يزيد معاهم، قالوا الله يعاون، تتفهم هذا؟ تتفهم، لان انا كنسير كيف ما كيسيروا حتى هما، راه تتعرف راه الانسان كتكون عنده واحد الرغبه، وربما ان انت كتمشي معاه في الرغبه اللي عنده، هي الرغبه الماديه، تتحاول تقرب ليه الوجهه وتقول ليه شوف السي أونداما، الى انت كتاخذ، انا مستعد هذا الشيء اللي تتاخذ ندوبلو لك مره او اثنين، وصلنا لثلاثه ضعف المبلغ، وهو
تيتبين لي ان المبلغ اللي غادي يتقاضى في نادي اخر اكثر. يمكن يجي شي 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 كاب بحال انضاب في المستقبل في الوداد ما يبقاش يلعب يا ما وقعش. هذا هو السؤال اللي بغيت نعرف السي سعيد، ما كنظنش معايا السي سعيد بان انتم ساهمتوا في تعلق هاد اللاعبين، ثلاثه لاعبين في المستوى الكبير فبقاو كيلعبوا حتى اخر دورات من البطوله وفي كاس العرب. دائما تساهم في تالق اللاعبين، ماشي غير انضم اللي داز من الوداد، ماشي غير فار اللي داز من الوداد، ماشي غير جبور اللي داز من الوداد، اللائحه طويله جدا وكلهم تالقوا الحمد لله وداروا اسم على حساب فريق الوداد او في فريق الوداد. ولكن الوداد ما استفدش ماديا من اللاعبين هذو. اودي احنا النهار الاول قلنا احنا راه ما تنتقلبوش على المسائل الماديه، احنا اللي تهمنا هو الامور الرياضيه. احنا لا استفدنا رياضيا كان افضل. راه عندنا لاعبين وعندنا فيهم عروض حاليه، عروض حاليه ما مشيناش مع العروض، مشينا مع اللاعبين وبقينا على اللاعبين لدرجه اننا ما فتحناهمش كاع في هذه المواضيع. غنمشيو للجزء الثاني، اللاعبين اللي جاو هذا ندوزو للبطاقه الشيخ فرق اللاعبين اللي جاو، نمشيو للفقره الثانيه. نعم استي. قبل ما نوصلوا للشراك اللي فيها نقاش، يعني كاين جماهير ديال الوداد تطالب غير هذا الشيء، غير حوايج اخرى نحاولوا نكونوا حنا البورت بارول ديالهم. نشوفوا الناس اللي جاو للوداد، كاين سبعه اللاعبين الان جاو للوداد، ثلاثه منهم افارقه. واش تاريخ 15 غشت اللي كان اخر اجل باش لاضافه اسماء افريقيه هي هو اللي جعلكم تحسموا فيهم قبل ما هذ اليومين وما قدرتوا تزيدوا تساينوا لاعبين اخرين، ولا حسين عموته يعني مقتنع في اعتقادك ان لاعب غادي يجي من بوركينا فاسو الطريقه باش غادي يجي خصو اول شيء وهي تاشيره، ثاني شيء خصو رحله جويه باش يوصل هنا، ثالث شيء انه يدير فحوصات طبيه، هذا الشيء شحال غادي يستغرق ديال الوقت. راه نهار 15 كان يوم فاصل، اننا نهار 11 وهو اليوم الاخير في تسجيل افريقي اذا واش انت كتعتقد انت ولا اي واحد بانه انا غادي نهار 11 سجلت نهار 11؟ تعطلوا بزاف. انا ماشي تعطلوا، راه حنا راه كاين اي واحد الاشكاليه اللي خصو يفهمها الجميع، راه التريوت ماشي التعطيل. احنا كان النهار الاول كنا غادي نسجلوا، اول اشكاليه كنا غادي نسجلوا دغوغي. الدغوغي خرج كيدير الرياضه الشاطئيه، تصاب عنده اصابه، كون سجلنا كون ضاعتنا بلاصه. هذا هو الاشكال اللي خلانا اننا ننتظروا حتى اليوم الاخير. اما اللاعبين راه كانوا عندنا وتفاهمنا مع الفروق ديالهم. السؤال اللي بغيت نطرحكم بطريقه اخرى، واش اليوم ال11 اللي كان هو الفصل هو اللي جعل اللاعبين يجي، ولا كان يمكن لكم تريتوا كما كانش هذا الفصل الافريقي يعني هذا لا داخل. كون ما كانش التاريخ مازال تريتوا، مازال ما كانش المباراه مازال تريتوا الى اين الاقتناع ديال الاداره التقنيه. تفضل سي سعيد. كان واحد اللاعب نيجيري اوتشيبو سمعنا بان قريب يوقع الوداد ولا وقع الوداد، فاخر اللحظات كنشوفوا اوتشيبو ما كاينش في اللائحه ديال اللاعبين الوافدين الجدد، باش تفصل هذه القضيه للجماعه الوداديه؟ اللائحه كان عندنا خصص ديال ثلاثه ديال الاجانب ماشي اربعه، واوتشيبو كان غادي يوقع قبل من داو ديال كوت ديفوار، الا انه ما امتثلش الشروط ديال الاداره التقنيه واللي كيعرفهم الجميع، وهو الفحص الطبي واحد لابروسيدور سهله، زعما كاين ممكن انه ينزل للتيران ويشوفوا المدرب على اساس انه يقدر كيشوت البالون كيدير المسائل اللي عاديه كيديروها جميع الرياضيين، حنا ما طلبناش منه باش يلعب المباريات، الا انه هو تيقول لك انا لا ما وقعتش ما يمكنش ندير هذه العمليه، وحنا تنقول له حنا راه من بين الشروط اللي كنلحوا عليهم وكتلح عليهم الاداره التقنيه هما هادو، ما امتثلش الشروط الله يسلمك. الغريب في الكلام ديالك سي سعيد هو ان قلنا حنا خصنا ثلاثه ديال الاجانب في عود اربعه، مع العلم ان الرابع اللي هو شي كطارة سي عموته هنا في هذا البلاطو قال لك ما دخلوش في البلان ديالو. وحتى دابا انا تنعاود ناكد لك لا ماشي غير شي كطارة، لا شي كطارة ولا اي لاعب من اللاعبين اللي موجودين اشاره فريق الوداد الرياضي اللي ما داخلش في المهيئات ديال اللجنه التقنيه اللي كيترأسها المدرب راه ما غاديش يبقى معاه. وانا كنضمن ليه هذه العمليه. يعني شي كطره الان
بديت تريني مزيان هذا الانتر سيزون هذا الشيء غادي تسمع يلعب على شي قطاره ماشي هو التقليد لا شوف ما يلعب على شي قطاره هو وسيره ديالو الذاتيه. انا سولت عليه المدرب قال لي راه خدام نتمنوا انه يمشي في العمل ديالو ويكون المنتوج ديال هذه السنه افضل من السنه اللي مرات اللي ما عطى فيها والو. واش ما كانش شي خلاف بين سعيد الناصري وعم متاح وبعض الانتدابات؟ انا ما يمكنش غنتخالف مع واحد الانسان لانني انا تنقول ليه لك الحريه في الاختيار الصف ديالك. الخلاف كان غيكون هنا كون انا كنقيدو بشي شرط من الشروط. انا ما كنقيدو حتى بشي شرط. تنقول ليه انا اللي بغيت وهو انه يكون واحد المجموعه قادره على مواجهات الصعاب على مواجهات المقابلات المقبله لا محليا ولا قاريا. سي سعيد واحد المشكل كيعرق الوداديين هو القضيه ديال بن عاشور. بلاشون الان بالتعاقد مع الخضوبي كيصبح الحارس الثالث بصفه عامه يعني كترجحوا راس الوداد بطبيعه الحال. الفكره ديال الانتداب الخضوبي كي جات الفكره ديال الانتداب الخضوبي وما كانش يقدر يمشي بن عاشور اعاره يبقى تاكناوتي على الاقل يستافد من تنافسيه مازال باقي بربعه مازال حتى واحد فيهم ما مشى اعاره الى يومنا هذا. انما تنقول لك هذه النظره ديال اللجنه التقنيه ديال الاداره التقنيه ماشي ديالي انا. وراه هاد اللاعبين باستمرار كيتكلموا على اللجنه التقنيه وانا تنمشي بالتوصيات ديال اللجنه التقنيه. اللجنه التقنيه اللي قالت خصني حارس. لا حيت كان تعرف اننا فاتحين البيبان على جميع الواجهات. حيت نقول الواجهات الرياضيه ماشي الواجهات الزراعيه. حيت غادي نلعبوا لا شامبيونز ليغ وغادي نلعبوا هذه السنه والسنه المقبله وغادي نلعبوا البطوله وغادي نلعبوا كاس العرش وغادي نلعبوا ان شاء الله كاس العرب. اذا واش ممكن اننا نكون نحتفظوا غير بحارس واحد او حارسين؟ عشنا هذه الاشكاليه في السنه الاولى ديال فتره الرئاسه ديال كان عندنا بن عاشور وعقيد واوزال وتصابوا بجوج وبقينا تنعاني وعندنا واحد الخصص كبير ولهذا باش نملؤوا الخصص حنا كنعترفوا ان كنضيعوا بعض الحراس ولكن هذه هي ظروف كرة القدم في جميع الفرق ماشي غير الوداد. ما كاينش انا ما تنقولش لك على الاشاعه وما تنقولش لك على الحق على الحدس. انا مازال ما وقعت حتى شي وثيقه تتاكد بان راه اللاعب تاكناوتي راه هو معصوف في الطب. المجيء ديال الناهيري نعم من الفتح يعني الوداد جابت اللاعب ديال الرجاء الهاشمي عندها نصير تجيب الناهيري تلعب كمدافع ايمن. واش تجيب الناهيري حيت حطاته الفتح ولا في الدفاع؟ واش الناهيري حيت حطاته الفتح ولا كتلعب؟ كاين وتارو كاين كومارا جوج في الدفاع. لا كومارا ولكن الدفاع ماشي في الدفاع الايمن. الناهيري تلعب اكثر في الدفاع الايمن رغم انه تيخوض بوليفالون تلعب اكثر في الدفاع الايمن. واش هذا اللاعب صالح باش يكون فريق الوداد ولا غير صالح؟ نعم ماشي في نظرك انت. انا ماشي بدوري انا ولا انا في نظر اللجنه التقنيه انه صالح لهم. صالح ماشي اذا لا كان صالح لهم انا جبت لهم فقط. هذا مطلب ديال اللجنه التقنيه. عندك اخر سؤال في هذا قبل ما ندوزو الجهوج سمعنا القيل والقال على الجهوج كاين مقايضه بين الفتح والوداد على قبل الناهيري وكيفاش بالضبط السي سعيد بغينا نعرفوا القضيه ديالك. الجهوج بالضبط وكاين بزاف اللي راجعين من الاعاره. الكل يتكلم على الهجوج ما فهمتهاش يعني كاين حسني احمد وعلي كاين دغوري راه حتى واحد ما تيتكلم على الهجوج غير الهجوج اللي كنسمع من عندكم انا احنا لا ما تيكلمني حد انا كاع على هذا الموضوع. الهجوج راه كاين حنا 70 شغل لازم الله يجازيك بخير. الهجوج راه فاش يلاه جا تصاب عطاه الطبيب شهر ونص رجع للتدريب ديالو مشى مع الفريق بصفه عاديه بحاله بحال جميع اللاعبين من اجل التربوس في مدينه كاكادير. من بعد عاود تصاب راه هو تيمشي عند الطبيب المعالج ديالو بصفه منتظمه ما كاينش هذه الاشكاليات. انا هذه الاشكاليات كنقول لك الاسم ديال الفتح حنا ما بغيناش الهجوج هذا حلمو الفتح. واش حنا عطيناهم الهجوج باش يقولنا بغينا ولا بغيناش؟ راه حنا ما كنفهمش انا واش انا ما عمرني بركت مع شي واحد في الفتح وقلت لي انا غادي نبيع لك ولا غادي خذ من عندي المقايضه من اجل الهجوج من خبير المدرب بشكل قطعي. ما انا كنعرفش انا مزيان. الجوج عنده علاقه خاصه بالجمهور
الجمهور الودادي بالخصوص. علاش عنده علاقه خاصه بالجمهور؟ عنده علاقه بالفريق، عنده علاقه خاصه بالطاقم التقني. انت تشوف غريبه انت بان كل شيء على جوج على اللاعبين الاخرين. انا ما نعرف هذا الشيء، انا ما كنفهموش. انا ما عمرش واحد تكلم معايا على جوج. اللي تيتكلم معايا على جوج وهو الطبيب تيقول لي راه مصاب، راه الان تيتلقى العلاجات ديالو في ظرف واحد 15 يوم ان شاء الله غادي يكون جاهز. جوج يبقى في الوداد. انا الهجوج في الوداد. اذا كان شي واحد بغاه في شي بلاصه اخرى خصو يجي عندنا ويتكلم معنا، ولا هو بغى يمشي لشي بلاصه يجي يقول لنا. ولكن انا الهجوج راه كنحسن يوميا. مال الحسني راه يبقى في الوداد. راه في الوداد، علاش تقول لي غيبقى في الوداد؟ راه في الوداد. ما كاينش في اللائحه ديال اللائحه الافريقيه، واش ما يقدروش يخلقوا لكم مشكل؟ خاصه جوج لعابه، جوج لعابه اللي عندهم ما كاينينش، جوج لعابه اللي انتم تتعرفوا بان اللائحه الافريقيه احنا مقيدين بالقانون. عندنا 25 لاعب، راه ما كاينش اكثر. وحنا عندنا ما يزيد على كذا 40 لاعب، واش غنسجلوهم كاملين؟ راه ما يستحيل. اوكي باش نسجل جوج وحسي فيها، انت المدرب ماشي مقصر. لا انت لاعب شباب افريقيا. علاش كتقول لي انت علاش ما سجلناش؟ راه كاين عندنا دغوي، من غير دغوي راه مصاب. كاين مترجي. اوكي جوج ماشي هو هادو، جوج راه ماركا في البدايه قالوا لي بيوتو ديال الشامبيونز ليغ ديال الاول. نيو صوتي الدوري فينا مع الزمالك. صوتي في المباراة الودية في الدرجة الأولى. ماشي نابورت كي جوج. والصحفي ما ماركاش كان في قسم التادلة. لا ما علاش ما تكلمتيش عليه؟ راه حتى هو معنا، شنو غادي ندير ليه؟ كما كان الحالة. راه شوف تنقولوا على مواقع الخصاص. حيت تقول لي مواقع الخصاص اللي كيدافع على هذه المسألة وهي اللجنة التقنية. المهم ما كنفهمش علاش كنتقحم انا من ندير عمل ديال اللجنه التقنيه. واش غادي ندخل نقول للمدرب شنو يدير؟ لا هذا تدربوا، لا هذا قبلوا، هذا ما تقبلوش. تفضل نهينا لا كتقول نهيتي باش نهيتي. لا الفقره الفقره لا الفقره لا لا سعيد يمكن هذا لا علاقه لي بالسير الوداد. لا ولا دابا انا ما بحكيش اسئله. انا كطرح اسئله على اساس انني واش نسير الوداد تقنيا ولا اداريا. انا بغيت نعرف لا دابا فين كتجلى المسؤوليه ديال الرئيس وهي لا فهذه فهذه سي سعيد فهذه كتجلى المسؤوليه ديال ولكن دوز الفقره الثالثه لا بالخف هذا الشيء بالخف الى موتى عطاك تقرير بانه ما كاينش المكان ديال الحسني وديال الجوج وسي سعيد غير يحتفظ بهم ولا تظن جاوب انه ما يحتفظش بهم فوالا لا غير بلاتي علاش كتسول هذا السؤال وانا جاوبتك في الاول قلت لك اي لاعب ما بغاش يحتفظ به ما بغاش تحتفظ به الاداره التقنيه ماشي غنحمل المسؤوليه غير لعموته. عموته راه معاه الناس تقنيا تيشوفوا بعين تقنيه راه تيلعبوا بسيستيم راه هذا غادي يخدم ليه في السيستيم هذا ما غادي يدخلش ليه في السيستيم هادشي تتعرفوه وتيعرفوا الجميع علاش كيبغي كل شيء شكرا سي سعيد ندوزو الفقره الثالثه هي المستقبل القريب ونخصوها لعصبه الابطال ونتكلموا حتى على المطالب الجماهيرية. نعم. قبل ما نديو واش الوداد جاهزة باش تفوز بعصبة الأبطال ولكن مطلبين ديال الجمهور. تنظن المطلب الأول هو تفضل. المطلب الأول هو بطائق الاشتراك. كعرف السي سعيد الجمهور كيلح باش يكون عنده بطاقة الاشتراك لأن عانى الشيء الكثير في الدخول ديال المباريات لكن أنا اللي بغيت نعرف كيفاش نتوما غتخرجوا بطاقة الاشتراك وما مكلفش التنظيم كاين شركه اخرى اللي مكلفه بالتنظيم دابا سؤال وكتجاوب وخصني نعاود نجاوب انا مزيان انت سولتيني وجاوبتي راسك ونعاود نجاوبك انا ما مكلفش بالتنظيم ما عنديش حريه التصرف وغادي نوض نمشي نصنع واحد البطائق ونعطيهم نبيعهم للناس وناخذ الفلوس ديالهم نديرهم في الحساب ديال الوداد وحيت يجي عندي هو يوم المقابله نقول لي بلاتي ندبر لك على ورقه اذا هادشي اللي تطلب مني انا ندير وعلاش فريق الرجاء دار لنا القضيه هذه وغادي يديروها ولا دايرينها ما عرفتش انا بعدا ما في خباريش انما في اطار الاجتماع اللي درنا بحضور السيد الولي بحضور رئيس فريق الرجاء قال لك احنا كنمنعوا عليكم منعا كليا انكم تصرفوا في بطائق او اوراق الملعب احنا نسبيا غادي نخليو لكم هذه المساله ديال ديزانفيتاسيون ولكن غنخصوا لكم واحد العدد محدد هاد السنه، السنه المقبله ما بقاوش ديزانفيتاسيون، هما تيدو على هاد السنه هادي. حنا ما كاين حتى اشكال. ولكن راه عندنا واحد المجموعه ديال الجماهير تيبغيو انهم يؤديوا الثمن ديال البطائق ديالهم في اول السنه. قال لك حنا
مقبلين على ما تيقولوا هما، على اساس انهم غادي يوليو يصوبوا هذه البطائق وغتبداو تقتناو عن طريق الانترنت بشكل عصري الى اخره. لحد الساعه مازال ما توفقوش باش يديروا هذا الشيء، ولكن انا ما عنديش اش غادي نبيع، حيت غادي نبيع ليه بطاقه خصني نوفر ليه المكان ديالها بطبيعه الحال. وما وفرش ليه المكان ديالها انا اش ندي ليه فلوسه؟ سؤال ثاني تظن يخص التواصل. بزاف ديال الجماهير الوداديه تقول لك الموقع الرسمي للوداد خاوي. كمل هذه المساله هذه اللي تقول لي انا غادي نبيع لي انا، واش لبعت لك انت بطاقه؟ لا قنعتيني انا، وجيتي عندي قلت لي بغيت بلاصتي اش نقول لك؟ لا تظن مقنعه انا في القضيه. لا ولكن كاين هناك امكانيه ديال تصيب لهم بطاقه ديال الاشتراك وتختار التذاكر. واش ياخذوا لي بيا شي حاجه؟ ياخذوا لي بيا مثلا. دابا لبعت انا 10,000 بطاقه. باش غنوصل لهاد الناس 10,000 كل واحد يمشي يدق عليه في داره ونعطيه البطاقه ديالو، شحال خصني ديال الوقت؟ كل مباراه كدا كل مباراه. دابا هذا كانت غير مره واحده ما كاين حتى مشكل، غادي نكلفوا بها. المشكل ديال الكود بار تيدخل الالكترونيه. ما يمكن شي حل باش الكود بار يقول لك ما تيقول لك الا صوبنا البطاقه اي واحد خذا البطاقه غادي يدخلوا 20 وغادي يخرجوها لبرا وعاد يدخلوا لنا 20 اخر، فعوض ان احنا خصها تكون عندنا الكراسي مرقمه. وغادي هذاك الشيء اللي تيقولوا صعيب شويه، ان كل واحد غادي يجيب يبغي يصوب البطاقه ديالو، زعما كاين شويه متعبه حيت غيبغي يصوب البطاقه كانه كيصوب بطاقه التعريف الوطنيه، يجيب بطاقه التعريف ويجيب صوره ويجيب 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 ويمشي يخلص في واحد الحساب ديالهم هما، عادي يجي ياخذ البطاقه ديالو. سي سعيد التواصل بزاف تيؤاخذ الوداد بان الموقع الرسمي للوداد خاوي، ما كاينش بزاف الاخبار. واش كاين بزاف ديال الاشاعات في مواقع اخرى؟ دابا انت اذاعه وتلفازه البارح ربما كنت يا سي رياض تواصلت معهم في راديو مارس، اليوم انا معك انت هنا في الاذاعه. الناس يتكلموا على الموقع الرسمي. الموقع الرسمي تنقول لهم بانه حنا في القريب في الاجل القريب ان شاء الله غادي يكون بحله جديده، ولكن كنتسناو القانون. راه انتم على علم بان القانون غادي اللي صدر وغادي يتعمل به في شهر 9 باذن الله. لان الصحافه والنشر. نعم، لان خصك تعرف العدد ديال الناس اللي كيتواصلوا بنا، ماشي غير من داخل المغرب. تيقول لنا راه انتم عندكم موقع سميتو وداد كذا، هذا وداد كذا، وداد كذا، وداد كذا. تنقول لهم حنا هذاك الموقع حنا لا علاقه لنا به، هذاك الموقع راه ديال شي شخص معين ما كنعرفوش كاع حنا، ما يمكنش بداو تحسبوا علينا. وتيبداو ينشروا ما يحلو لهم داك الشيء اللي قال لهم راسهم كينشروا فيه بدون حاسب ولا رقيب. راه حيت يكون عندنا موقع رسمي حتى نكون حتى حنا ما بيناتهم، بغينا نتميزوا اننا حنا غادي نسجلوا الموقع الرسمي ديالنا وغادي تمنع على اي واحد يستعمل اسم الوداد. هذا هو الاشكال اللي كاين. حنا ما كناش كنبغي نقولوا هذا الشيء، بغينا نجيو هذا الشيء بسلاسه بموضوعيه بشويه بشويه، اننا الوداد تكون هي الوحيده التي تستفيد من الموقع الرسمي ديالها، ماشي من هبه ودب اللي رشقات ليه كينوض كيكتب الوداد كذا وداد كذا ويجي وبدا يكتب داك الشيء اللي قال له راسو وتيحسبوا على فريق الوداد. اي واحد حيت كيدخل تيقول لك راه قريت في موقع الوداد، وهما كثار ربما تقدير غير الوداد دابا. وداك الشيء علاش بزاف الناس يقول لك كان موقع الوداد الرسمي تيعطي اخبار؟ راه كان موقع الوداد كيعطي اخبار، وهذه المواقع كلها كتعطي اخبار مغلوطه. ولكن القانون هو الفاصل. القانون دابا الحمد لله انه صدر وغادي يولي يتعامل به ابتداء من شهر 9. المطالب الجمهور بدات الوقت قدرت نتكلموا على كاس افريقيا عصبة الابطال، واش الوداد جاهزه؟ واش الوداد جاهزه باش تفوز هذا العام بعصبة الابطال الافريقيه؟ بعد ما نهيت الانتدابات على الاقل احنا ما يطلب منا كنديروه، داك الشيء اللي تيطلب منا من ناحيه الجاهزيه باش نكونوا جاهزين لا معنويا ولا ماديا ولا حتى ذهنيا. هذا اللي غادي يقدر يجهزنا اكثر، وهو ان يكونوا معنا جميع المكونات ديال الوداد، ماشي يكونوا مع سعيد الناصر، يكونوا مع الفريق ديالو مع النادي ديالو من اجل ان شاء الله الانتصار فيما تبقى في هذه البطوله. والملعب اللي كان ملعب التدريب اللي انتم تصلحوا في هذا الصيف اللي انتم توجدوا كاس افريقيا، وفوقاش غادي نصلحوا ولا ما صلحناش في هذا الصيف؟ راه تتعرف هذاك هو الملعب الوحيد اللي عندنا 80 سنه
ديال التاريخ، وعندنا ملعب فيه ربعة الحيوط زعما كاين كأننا حنا ما كاينينش. أنت في المقبل في هذه السنة المقبلة غادي تبدا تسمع سونتر دو فورماسيون ديال جديدة، سونتر فورماسيون ديال الرجاء، سونتر فورماسيون ديال والوداد موقعة. إذا هنا آخر سؤال، لا غير بلاتي، هنا خص يعرف الجميع أن خص تضافر الجهود من أجل الحصول على هذا المنتوج الجديد، وهو سونتر فورماسيون واحد أقل ما تستاهل الوداد. نعم. وهو يكون عندها نعم مفاوضات مع تي غزوي وكان السوبر الاماراتي المغربي امتى غيتلعب؟ مازال ما تحددش، هذه واحد المساله تتقوم بها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مع الاتحاد الاماراتي. تي غزوي؟ انا ما تنقولش لك ان تي غزوي ما دخلناش في المفاوضات عليه، ولكن راه تنقول لك باقي بواب الانتدابات مفتوحه. إذا عايز تخيب كاع طالب بزاف تاعي. لا لا لا، ماشي مسألة المطالب، مسألة أن إلى تطلب من طرف اللجنة التقنية احنا جاهزين إن شاء الله. شكرا بزاف سي سعيد الناصري، شكرا بزاف رياض غادي غازي. غدا سنخص الحلقة كلها لكلاسيكو ديال الليلة بين الريال والبارسا، سنتكلم على المباراة اليوم. إذا كان حيت تسمعوا الأسئلة وتسمعوا النقاش وتسمعوا الرسالة الرياضية مع أسامة، إلى اللقاء.